عندي واحد اتصل لك. انا خاطر انك تنزل. فرصة نستعجل في التعديل. إذن مالك سواعد على صاوتي الجم ابن مرعب وغزل بنت الفانتوم للمالك خالد حلاس المدربين استبلات خالد حلاس القيادة لمالك سواعد بالزي الأحمر والفي الأبيض هذا الزي الخاص باستبلات الحلاس للتدريب أيضا عبد السيفي مع مكتوم كيزيز طبار وعائشة للمالك عوني أبو الزين مدرب زين كعبية قيادة لعبد السيفي يلا الفرسان حبايبنا دورة 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 فرسان اللي داخل أرضية الميدان حبايبنا ياخذون الميدان أو سواعد على صوت شحوري المبين بالفريق مبين ومرجانة بالكندة الملك أبو عقاب المدرب منتصر أبو فارس القيادة لي أو سواعد برج ابن اميرالد جي وابن جوهر القاسم الملك منتصر سمور المدرب زين القياده لبزيو فادي بن برج الصخره وشمس الويستون الملك امل غريفات المدربين استبلات اهل ابو جبل القياده لاياس ابو جبل تجهيزات وإعدادات داخل جهاز الانطلاق وفعلا ينطلق الشوط السادس على بركة الله في الثالث 2021 ما شاء الله تبارك الله عبد السيبي مع مكتوب ينتزع الصدارة من البداية هو وبزي وعلى صوت برق ما شاء الله تبارك الله مالك سواعد مع أنجم بالمراتب الثالثة يترقب أيضا فادي الصخرة بالمراتب الرابعة يترقب مع ياس أبو جبل الأمهار بمجموعة واحدة دخلت الأمهار المنعطف الأول عبد السيبي ما يزال مع مكتوب متصدر هذا الشوط ياس أبو جبل يزيد من الوتيرة على صوت فادي الصخرة ويسحب نحو المراتب الثالثة إلا أن مكتوم ما يزال متصدر هذا الشوط المدرسة الشبالية بزيو مع برق ما يزال بالمراتب الثانية الأمهار الآن خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم بزيو من الداخل على صهوة برق أياس أبو جبل من الخارج من الخارج مع فادي الصخرة مالك سواعد يدفع أيضا على صوت أنجم ما شاء الله تبارك الله النزاع على المرتبة الأولى
برق برق مع بزيوة من الداخل زحف بزيوة المدرسة الشمالية على صهوة برق بالمرتبة الأولى، مكتوم بالمراتب الثانية وأنجم بالمراتب الثالثة مع مالك سواعد. ما شاء الله تبارك الله، انطلق ثالثا حل أولا برق مع الخيال بزيوة. انطلق ثالثا وحل اولا مع المدرسة الشمالية بزيو. بزيو والمدرسة الشمالية يعلم من اين توكل اللحم الكتف. ما شاء الله عليك يا بلق. المدرب ما شاء الله عليك بزيو، ما شاء الله عليك بزيو. طب العداد توج انت؟ إذن أبو العدالي سلم كوس خيول هذا الشوط. برق بالإمارة الجيوة بن جور القاسم الملك منتصر سمور المدرب والفارس بزي. وين التصفيق لبرق؟ زقفولو نايمين، زقفولو يستاهل. مبروك ألف مبروك برق، مبروك بزي والمدرسة الشمالية، عودة موفقة للمدرسة الشمالية هذا الموسم ما شاء الله عليك. المرتبة الثانية مكتوم بكيزيد صبار وعايش الملك عمر ابو زين ودرج زين كعبيه القياده كانت عبد الصيبي. مبروك الف مبروك حاج واصف، الله يطول بعمرك يا حاج واصف. مكتوم يا مكتوم ما شاء الله عليك، يكتفي بالمراتب الثانيه. قاد الخيول حتى الامتار الاخيره الا انه اكتفى بالمراتب الثانيه، مركز ممتاز لهذا المهر ما شاء الله عليك يا مكتوم. بالمرتبة الثالثة في هذا الشوط بن مرعب وغزال بنت الفاتون، الملاك والمدربين صبلات خالد حلاس من عبلين، القيادة كانت مالك سواعد. مبروك يا أنجا، مبروك صبلات خالد حلاس أبو العاطف للتدريب.